السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المميزين، الطلاب الرائعين، الطلاب الجيدين، إن شاء الله يا رب الصحة والسعادة، وإن شاء الله أعلى المعدلات، ورافع رؤوسنا ورؤوس أهلكم، وإن شاء الله يا ربي نشوفكم بمراتب عالية، واللي محتاج عفاه إن شاء الله عفاه. وموضوعنا اليوم هو The Passive المبني للمجهول للصف الخامس الإعدادي بالوحدة السابعة، لا تنسون هذا الشيء. وموضوعنا أيضاً للصف السادس الإعدادي بالوحدة السادسة، تمام؟ هو موضوع المبني المجهول. موضوع المبني المجهول موضوع سهل، وموضوع إذا أردت تسولف عن شغلة وأنت ما تعرف الفاعل، أو أردت تسولف عن شغلة بدون ذكر الفاعل، أو أن تريد تسولف عن شغلة وأنت ما تحتاج ذكر الفاعل، ينطيك جملة وينطيك نهايته، يكتب لك passive voice اللي هو مبني للمجهول. أنت لازم تشتغل حسب قاعدة المبني المجهول. عندك القواعد مالت الأزمنة بشكل عام: مضارع بسيط، مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر، مضارع تام، وعندك أيضا مستقبل بسيط، وعندك إذا جتك جملة أمرية اللي هي تبدي بفعل مصدر زائدا تكملة، أو جتك الأفعال المودلز الأفعال الناقصة زائدا فعل مصدر. شلون تحولهم؟ إذا جتك الأفعال الناقصة المودلز زائدا فعل مصدر، بشكل عام جملة المبني المجهول تكون بهذا: مفعول به وفعل مساعد مناسب وتصريف ثالث زائد تكملة. هذا بشكل عام تكون الجملة هيجي. بس كل زمن له قاعدة. مثلا عندك إذا كان عندك المودلز اللي هو يجيك must, can, could, should, may, might إلى آخره من ذن الأفعال الناقصة، يجيك بعدها فعل مصدر، تكون عندك الجملة على شكل مفعول به ثم تخلي به وتخلي تصريف ثالث. إذا جاك زمن مضارع بسيط، زمن المضارع البسيط فاعل زائدا فعل مضاف إليه أس أو بدون أس زائدا تكملة، يكون الشكل مال المبني المجهول ماله مفعول به زائدا إز أو آم أو آر حسب الفعل الجديد زائد تصريف ثالث زائد تكملة. إذا كان عندك زمن مضارع مستمر، والمضارع المستمر فاعل زائدا إز آم آر زائدا فعل مضاف إليه ING زائد تكملة، الشكل مال المبني المجهول ماله هذا: مفعول به إز آم آر زائد being زائد تصريف ثالث زائد تكملة. إذا جاك الزمن ماضي بسيط، زمن الماضي البسيط اللي هو فاعل زائد فعل ماضي زائد تكملة، والفعل الماضي يكون إما شاذ أو قياسي، الشكل مال المفعول به مفعول به مال المبني المجهول مفعول به زائد was أو were حسب الفعل الجديد ثم تصريف ثالث ثم تكملة. إذا جاك زمن ماضي مستمر، الماضي المستمر فاعل زائدا was أو were زائدا فعل مضاف إليه ing زائد تكملة، شكل المبني المجهول ماله يكون مفعول به was أو were حسب الفعل الجديد being تصريف ثالث زائد تكملة. المضارع التام فاعل زائدا has أو have زائدا تصريف ثالث زائد تكملة، شكل المبني المجهول ماله يكون مفعول به has أو have been زائد تصريف ثالث زائد تكملة. المستقبل البسيط فاعل زائدا will أو shall زائدا فعل مصدر زائدا تكملة، شكل المبني المجهول فاعل زائدا will be زائدا تصريف ثالث زائد تكملة. الانفنتيف الجملة الأمرية مرات تبدي لك بفعل مصدر، وتسمى انفنتيف لأن تبدي انفنتيف تبدي بمصدر. انفنتيف يكون فعل مصدر زائدا تكملة، شكل المفعول به يكون مفعول، شكل المبني المجهول يكون مفعول به زائدا to be زائدا تصريف ثالث زائد تكملة. هذه أشكال كل الأزمنة اللي ممكن تجيك، والمطلوب منك تحولها إلى مفعول به مبني المجهول بهذا الشكل. أول شغلة تخليها ببالك أنه تحذف الفاعل، تخلي المفعول به أول الجملة، تخلي فعل مساعد مناسب للمفعول به لأن المفعول به صار الفعل الجديد، لازم يكون فعل مساعد مناسب له، ووضع تصريف ثالث للفعل والتكملة إن وجد. شلون الحل؟ A reporter writes an article، أجي على هاي الجملة، مطلوب من عندي passive voice فاعل زائدا فعل مضاف إليه S زائد تكمل. هذا يا زمن، يا زمن اصفن لها شوية، يا زمن، زمن المضارع البسيط. زين، زمن المضارع البسيط بهذا الشكل من شان مبني المعلوم، من شانت الجملة معلومة. هسه أنا بدي أحوله مبني المجهول، لازم يكون بهذا الشكل، المضارع البسيط يكون بهذا الشكل،
مفعول به is, am, are حسب الفاعل زائد تصريف ثالث زائد تكملة. الفاعل هو المفعول به. زين أول شغلة يقول لي حذف الفاعل. حذفت a reporter. زين شو يقول لي؟ وضع المفعول به أول الجملة. هذا المفعول به. A reporter writes an article. صاحب التقارير أو المحلل أو الشخص اللي يكتب لنا كتب مقالة. زين أجي المقالة هي المفعول بها اللي انكتبت اللي صار عليها الفعل. An article كتبتها. هذا هو المفعول به نزلته. Is أو am أو are حسب الفعل الجديد. مقالة واحدة إذن is نزلت. تصريف ثالث للفعل. الفعل writes شي يصير written. واللي يقول written أو نصرتن أقول له تحشيشة قديمة. نجي an article is written. المقالة كتبت وما أحتاج تكتب منه ما أحتاج تذكر منه الكتبة مباشرة سولفت مبني المجهول. أجي على هاي الجملة أحمد نكتب دبل. أحمد ركل الكرة وضرب الكرة. زين شنو اللي انضرب؟ الكرة. إذن الكرة هي المفعول به. أجي على الجملة فاعل زائد فعل بالماضي زائد تكملة. هذا يلزم فاعل زائد فعل بالماضي زائد تكملة. ماضي بسيط والماضي البسيط يكون هذا الشكل ماله بالمبني المجهول. مفعول به زائد الماضي أول زائد تصريف ثالث زائد تكملة. وين المفعول به؟ The ball. نزلتها اللي هي المفعول به. زين was أول حسب الفاعل. الكرة مفرد إذا تأخذ was. نزلت الواز. تصريف ثالث للفعل نوكت ينزل نفسه لأن فعل قياسي. نوكت أوف نقطة. الكرة ركلت. من الضربها ما أعرف مبني المجهول. زين أجي هنا أحمد والفيزيت علي. الجملة فاعل زائد ول زائد فعل مصدر زائد تكملة. هذا يا زمن زمن المستقبل البسيط. وزمن المستقبل البسيط يكون الشكل مال المبني المجهول ماله بهذا الشكل. مفعول به زائد ول به زائد تصريف ثالث زائد تكملة. آجي حذف الفاعل. حذفت أحمد اللي هو راح يزور علي. من راح يصير عليه فعل الزيارة؟ علي. إذن علي هو المفعول به. آجي نزل علي. نزلت حسب هاي القاعدة مالت المستقبل. ول بي نزلت. ول بي شو يقول لي؟ نوب تصريف ثالث. فيزيت فعل قياسي يصير تصريف ثالث بإضافة إيدي. أقول فيزيتد. علي سوف يزار. من راح يزوره؟ ما أعرف. تمام. أنت كل اللي عليك تعرف الفاعل وتعرف الفعل وتعرف التصريف الثالث. تحذف الفاعل تجيب المفعول به تخليه بالبداية ويصير الفعل الجديد. تجيب فعل مساعد مناسب للفعل حسب زمن الجملة. وتجيب الفعل تسوي له تسوي تصريف ثالث. وهي شيك من عندك المبني المجهول.
احيانا يكون المطلوب من عندي ينطيني جمله استفهاميه، احيانا ينطيني جمله استفهاميه ومطلوب من عندي اسويها مبني للمجهول. زين انا شلون هنا اعرفها بيا زمن؟ اسوي شغله واحده بس، احذف اداه السؤال واقدم الفعل المساعد على الفاعل. حذفت اداه السؤال وير؟ حذفته، اقدم الفاعل على الفعل يصير party will hold next week. صار عندي فاعل زائدا will زائدا فعل بالمصدر زائد تكملة هذا يا زمن future اللي هو المستقبل. future simple المستقبل البسيط. زين عرفت انه هذا المستقبل البسيط. المستقبل البسيط يقول عندي لازم مفعول به زائدا will be زائدا تصريف ثالث زائد تكملة. مفعول به زائدا will be زائد تصريف ثالث زائد تكملة. زين المفعول به هو شنو؟ آجي، هذا الفاعل تمام، وهذا فعل مساعد، وهذا فعل، وهذه تكملة. زين وين المفعول به؟ المفعول به هو جاي يسولف عن شنو؟ يسولف عن الحفلة. إذا الحفلة هي نفس المفعول به، الحفلة هي نفس المفعول به، ما غيرت كل شيء أني بهاي الحالة. إنه أنا من معنى الجملة عرفت إن المفعول به هي نفس الحفلة. إذا أنزلها حسب هاي الجملة party will be زائد تصريف ثالث الهولد تصير held next week نقطة. نزلتها بهذا الترتيب حسب زمن المستقبل. أحذف هذه لأن أنا بس بتستدل بيها. أجي أنا شو أسوي؟ أريد أنزل فعل، أنزلها حسب هذا الترتيب، أداة سؤال وفعل مساعد ومفعول به تصريف ثالث زائد تكملة. أداة السؤال وير؟ أنا حليتها هنا بس هذا الحل مو مثالي ولا نموذجي. الحل النموذجي لازم يكون ضمن أداة السؤال. فأنا مجرد هاي حليتها حتى أفتهم ياهو الفاعل ياهو الفعل، أفتهم ترتيب الجملة حسب الزمن المنطيني إياه. نزلت أداة السؤال فعل مساعد اللي هو will be. زين أنزل will بس ما نزل البي. الفاعل راح يصير وراها اللي هو المفعول به party. ال will be إذا يجى الفاعل يصير بيناتهن، لكن الإز والآم والآر والواز والوير وغيرها ما يجي بيناتهن، بس ال will be يصير المفعول به بيناتهن فتصير بي. فصارت هذه اثنينهن فعل مساعد وهذا مفعول به وهذه أداة السؤال. ظل عندي شنو؟ التصريف الثالث held والتكملة next week وخلى علامة السؤال question mark. وهذا هيك تكون عندك جملة بالحل النموذجي حسب الباسيف فويس حسب هذا القاعدة. هذا في حالة ان انطاك سؤال وراد من عندك تحويله الى مبني المجهول. كل اللي عليك تحذف اداة السؤال، تقدم الفعل المساعد على الفاعل حتى تعرف زمن الجملة، تشتغل على الجملة كأنها جملة عادية، بعدين ترجع ترجعها حسب هذا الترتيب. اداة سؤال فعل مساعد مفعول به تصريف ثالث زائد تكمل حسب هذا الترتيب، تكون عندك الجملة شنو؟ الجملة محلولة بشكل كامل، محلولة عندك الجملة بشكل كامل حسب زمن الجملة وحسب المطلب اللي هو جملة استفهامية. أشوفكم في فيديو ثاني في مالله.